لا صراحة هذا مبارك سعيد، الله يدخل عليكم برزق التيسير باش تمنيتو ان شاء الله. اليوم جيت نحضر معاكم الحريره البلديه القديمه، يعني فيها كاع مكونات. عندنا العدس، هاد العدس البنات انا فزقتها باش كتبقى، فاش كتفزقيها كتبقى ما كتحلش، ما كتحيدلاش القشره ديالها، كتبقى زوينه فاش كطيب. عندنا الفول، عندنا الشعريه، عندنا الحمص، عندنا الحيمه. البنات هذه كنسميوها الكليله، هنا في المنطقه الشرقيه كيسميوها الكليله. كتجي حسن السمن، كتكون من اللبن، زوينه بزاف، كدار في الحريره، في المردود، في بزاف ديال الحوايج. عندنا هنايا القزبر والمعدنوس والكرافس مطحونين، عندنا مطيشه معلبه، عندنا مطيشه حب وبصله، عندنا سكينجبيل، الملحه، الخرقوم، وعندنا البزار، زبيده بلديه شويه، وعندنا الدقيق. هاد المطيشه البنات غادي نقطعها ونطيبها هي والبصله، نطيبها غير شويه ونطحنها، ومن بعد غنوريكم كيفاش غادي تجي. وهنا غنصب الحريره ديالي، غندير الحمص هو الاول، ما غنديرش الحمص كله، نقربلكم البنات باش تشوفوا الحمص كيجي رائع في الحريره. غندير هاد وغندير هاد الحيمه هادي، غندير الربيع وغنخلي شويه حتى للتالي ونديرو باش يبقى باش ينس. غندير هاد الكليله شويه ديال الكليله، ما نديرهاش كلها، غندير غير غندير الفول، ندير العديسه حتى هي، وغندير العطريه ديالنا هنا، ندير مليحه وغندير غير شويه ديال الزيت البلديه، غير شويه ما كترش، وغادي نديرو يتقلى فوق البوطه وغادي نولي معاكم. السلام البنات، بعد ما وجدت لنا الحريره ديالنا هي واجده، جات زوينه رائعه، ريحتها كتشهي. نقدموها للافطار انتو البنات، زوينه، نقدموها مع الشباكيه، وانتم بالصحه والراحه.